14 أذار حتى نحقق الحرية التي ننشدها جميعا. ساعتم أوقاتنا الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: عين التين محور حركة مشاورات واسعة تطال كافة الأطراف، حديث عن تحرك تشريعي لإلغاء قانون الستين. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟ كل هؤلاء من أهل البلد؟ المعارضة السورية تنتزع مقعد نظام الأسد في الجامعة العربية، ومعاذ الخطيب يخطف الأضواء في افتتاح قمة الدوحة. الجيش الحر يقطع طريق مطار دمشق الدولي، وكتائب الأسد تشن قصفا ضاريا على أحياء دمشق وريفها ودرعا. وفي النشرة تتابعون في الرياضة: لبنان يواجه أوزبكستان في هذه الأثناء في مباراة الفرصة الأخيرة. بالتوازي مع حركة المشاورات السياسية التي شكل مقر الرئاسة الثانية في عين التين اليوم ساحتها، بقي الوضع الأمني في صدارة المتابعة. وفي هذا السياق تواصلت المساعي المبذولة للإفراج عن المخطوفين من أبناء بلدة عرسال وآل جعفر بعدما تبين عدم صحة الأنباء التي سربت ليلة أمس عن إطلاق سراحهم. وقد أكدت فعاليات عرسال والمنطقة العمل الدؤوب لإقفال هذا الملف والحيلولة دون تفاقمه. وعن تطورات هذا الملف تحدثنا من عرسال مراسلتنا جوانا نصر الدين. جوانا، يعطيك العافية، يعني كيف تبدو أجواء عرسال والاتصالات؟ هل رشح أي شيء عنها؟ نعم نجاة، كما ذكرتي كل ما تردد من معلومات بالأمس عن أن عملية التبادل قد تمت وأطلق سراح من خطف من أهالي عرسال والمخطوف من آل جعفر ليس لها أي صحة. نحن هنا موجودون في مبنى بلدية عرسال، طبعا كما المعلومات تقول بأن المساعي جدية من أجل إنهاء هذه القضية وعدم إعطائها أكثر مما تستحقه، عدم إعطائها أي بعد سياسي بغض النظر عن كل المعلومات المتناقضة التي تصدر من هنا وهناك في محاولة لافتعال مشكلة أكبر ولجر أهالي عرسال إلى القيام برد فعل قد لا تحمد عقباه في المرحلة المقبلة. وفد من مخاتير وأهالي عرسال توجه إلى بلدة المعرة السورية للقاء وجهاء المنطقة هناك والاطلاع منهم عن أي معطيات ممكن أن تكون لديهم بالنسبة للمخطوف من آل جعفر، ولمعرفة آخر المعطيات والتفاصيل حول هذه القضية مع رئيس بلدية عرسال الأستاذ علي الحجيري. أستاذ علي، يعني كما ذكرنا أنه وكما قلت لنا سابقا بأن المساعي جدية وتريدون إقفال هذا الملف من دون إحداث أي مشكل أو جر عرسال لأي مشكل أمني. من بداية الحادث نحن من أو من خطف ابن جعفر لحدين هلأ ما نمنا، يعني عملوا ردة فعل أهلنا بجعفر، بس نحن لحد الآن بعد ما كل الناس بتجرد كل الناس بري، لو وصلنا لخيوط انه منطقه ما بالمعره، وبالنهايه بعتنا ناس نحن يعني هلا مثل ما حكيت المخاتير وحدا من الفعاليات ليشوفونا شو قلنا عند ابن جعفر، اذا قالوا شيء حق عنده ما نعطيهم اياه، واذا اخذينه بدون سبب كمان خي لازم يجيبوه، ونحن ما لنا رخيين الموضوع لنشوف يا خي هالقصه من حسين. هلا في بعض يعني عم نسمع اهلنا بن جعفر رجعوا على الطريق، ما أنا مشكله، بس بالنهايه كل واحد يتحمل مسؤوليه غلطه، ان كان اهل عرسال يخيم غلطين يتحملوا، وان كان السوري بيتحمل مصير غلطه، واي انسان بيشتغل عمل فردي هلا قبل ما يبين شيء بيتحمل مسؤوليه خطا. والعمل مثل ما قلت لا هو سياسي ولا هو طائفي ولا له علاقه باي عمل تجاري مبين، يعني انه ناس مهربين مع بعضهم مختلفين، ما هم مفروض ينجر حدا لهالحادث. هلا في بعض بده يجر الناس، احنا بدنا نقول بدنا نطول بين لنحل هالمشكل بالطرق اللي بنعرفها نحن. شكرا كثير استاذ علي الحجيري. اذا نجاة، هذه هي الاجواء هنا في بلدة عرسال، وكما ذكرنا يعني الوفد توجه الى بلدة المعرة السورية لمعرفة ما هي الاجواء هناك، وكل المساعي تجري لانهاء هذه القضية دون اي تطور امني. نجاة، شكرا جوانا.
ومن البقاع إلى الشمال حيث تعيش مدينة طرابلس هدوءا تاما يعززه انتشار وحدات الجيش في مناطق القتال في ظل مبادرة فعاليات المدينة للتأكيد على أهمية إيلاء مسألة التعويضات للمتضررين من جولات المعارك الاهتمام اللازم. ننتقل إلى عاصمة الشمال حيث مراسلنا عمر حرقوس. عمر، يعني كيف تبدو أجواء الشمال اليوم؟ نعم نجاة، بدأت مدينة طرابلس تستعيد عافيتها إثر جولة المعارك العنيفة قبل أيام. عاد الطلاب إلى مدارسهم مما سبب ازدحاما في حركة السير بعد الظهر خصوصا، فيما فتحت المؤسسات التجارية أبوابها وشهدت طرقات المدينة يعني خلال النهار حركة عادية كما قال لنا المواطنون. وفي جولة على مناطق القتال رأينا عودة المواطنين في شارع سوريا والشوارع المحيطة به إلى منازلهم ومحلاتهم التجارية في وقت انتشرت فيه وحدات الجيش اللبناني بين المنازل وفي الطرقات العامة. هذه المنطقة ضعوا الهيئة العليا للإغاثة إلى تقديم المساعدات للعائلات التي دمرت منازلها، حيث أن هذه المساعدات لم تقدم لهم منذ 3 جولات حتى الآن. نجاة، نستمع الآن إلى السيد عبد الغني كبارة يخبرنا عن الوضع في طرابلس. الحمد لله اليوم الوضع أكيد أفضل من مبارح، مبارح أفضل من أول مبارح، ونتأمل كمان المستقبل بكرة وبعد بكرة واللي بعده نكون خلصنا نهائيا من هالأحداث هيدي المؤلمة اللي عم تكون فعلا وصمة عار على كل هالتيارات اللي عم تأجج الصراع في لبنان. الهيئة العليا للإغاثة للأسف لغاية اليوم ما عوضت على المتضررين، ونحن كنا عم نراجع باستمرار لحتى انه هالشعب اللي عم يتضرر بكل الاماكن الاحداث اللي حصلت يكون على القليله عم يرجع على بيت مرمم يقدر انه يعيش فيه. لكن للاسف بقول لك انه هالشيء ما حصل، واهل التبان اللي هن جزء من المشكل مثل ما هن اهل القبه، اهل البقار، اهل الريفه، اهل كل المناطق اللي هي عم تتضرر من هالاحداث، ما عم يكون في حدا جنبهم بالشكل المطلوب، وهذا شيء مرفوض رفضا باتا. سياسيا، باشر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عقد سلسلة لقاءات في عين التيني، حيث اجتمع بوزير الطاقة جبران باسيل ممثلا التيار الوطني الحر، والوزير السابق يوسف السعادي ممثلا تيار المردة، والوزير علي حسن خليل ومعاوني أمين عام حزب الله الحاج حسين خليل. كما حضر إلى عين التيني النائبان سامي الجميل وجورج عدوان، اللذين شددا على ضرورة الذهاب إلى استشارات نيابية في أسرع وقت ممكن لتحديد هوية رئيس الحكومة المقبلة. ولفت عدوان إلى أن دور الرئيس نبيه بري المحافظة على مجلس النواب والدستور. وكشف عدوان أنه من المرجح أن يشهد مجلس النواب اجتماعا في الأسبوع المقبل حفاظا على دور المجلس النيابي، مؤكدا العمل جديا على إلغاء قانون 60 قانونيا ودستوريا. أما الوزير حسن خليل فأشار إلى أن لقاءات بري اليوم تأتي في إطار ورشة الحكومة ومجلس النواب. من جهته طرح النائب سامي الجميل على الرئيس بري تشكيل حكومة إنقاذ تتألف من الأقطاب السياسيين وتعمل على إقرار قانون انتخابات عادل لتشكيل مجلس نيابي يمثل اللبنانيين بشكل صحيح ويضع حدا للتسويات قبل إجراء إعادة نظر شاملة لكل أزمات البلد وإقرار إصلاحات جذرية فيه. المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أكد مواصلة الأمم المتحدة دعم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات النيابية. بلامبلي وبعد لقائه رئيس مجلس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي في السرايا الكبير أمل أن يتعاون جميع اللبنانيين لتمكين لبنان من التعامل مع التحديات، مشيرا إلى أنه ناقش مع ميقاتي مسألة تنفيذ القرار 1701 والجهود المشتركة بين الأمم المتحدة ولبنان لتلبية حاجات النازحين السوريين. أشيركم إلى بيان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون يوم الجمعة الماضي، حيث شدد على أهمية عمل الجميع معا هنا في لبنان ومع مؤسسات الدولة للحفاظ على الحدود والاستقرار ولاحترام سياسة النائب النفس ولدعم القوات المسلحة وقوات الأمن. وإحنا يعني
في الأمم المتحدة. سنواصل دعمنا لتحضيرات الانتخابات النيابية في لبنان، ونرحب بالجهود المستمرة للقادة اللبنانيين من أجل التوافق على قانون انتخابي يمهد الطريق لإجراء انتخابات وفقا للمتطلبات الدستورية والقانونية. في المواقف الخارجية، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشفيتش أن مسألة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات يجب أن يحلها اللبنانيون بأنفسهم عبر الحوار ومن دون تدخل خارجي. أضاف المسؤول الروسي في تصريح له إن بلاده تتابع باهتمام تطور الأحداث في لبنان، وهي تساند جهود القيادة اللبنانية في مواجهة التحديات الحالية بطريقة سلمية، مؤكدا أن الأولوية تبقى للأمن والاستقرار في البلاد التي تتسم بعدم الهدوء، لا سيما في طرابلس وفي عدد من المناطق الحدودية مع سوريا، هذا فضلا عن العبء الثقيل الذي يتحمله 4 ملايين لبناني اقتصاديا واجتماعيا. بدوره قال نائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية باتريك فنترل إن عملية تشكيل الحكومة يجب أن تترك للبنانيين، وذكر بالاتصال بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والرئيس ميشيل سليمان قبل يومين، مشيرا إلى أن كيري شكر سليمان على جهوده لضمان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. عضو كتلة المستقبل النائب نبيل دوفراج أكد على ضرورة حصول لقاءات جانبية تجمع رئيس الجمهورية والأقطاب السياسية، لكنه رفض مبدأ اللجوء إلى طاولة الحوار فقط عند الاستحقاقات الأمنية. أنا رأيي حسب شو بده يطلب رئيس الجمهورية على الحوار. إذا الحوار من شان الصورة مثل ما عم بيقول الرئيس بري، لا، ما حاجة بقى نضحك على الشعب إنه نطلع حتى نتصور وبعدين نجي نقول تصورنا. هيدا مش حتأدي بقى، مش حتأدي بقى هيدا يا سترولا إلى تخفيف توتر عند الناس. ماذا لو طلب الصورة والحكومة وقانون الانتخاب مع بعضهم؟ ليكي، هيدي عملية مش بفرد ليلة بيقدروا يعملوها، لازم يكون في لقاءات جانبية. نعم. من فخامة الرئيس مع جميع الأقطاب. أنا ضد المبدأ إنه كل ما نوصل لاستحقاق حيالله الاستحقاق، لازم يكون في توتر بالبلد، ومنشان هالتوتر يؤدي لطاولة حوار يلي هو بيعمل نوع من التوافق بين توافق مع سلاح. هيدي المشكلة حول من سيكون رئيس حكومة، حول شكل الحكومة. نعم. حول البيان الوزاري، حول رئيس الجمهورية مثل ما صار كمان على أثر الدوحة، حول كل وهودي كلهم بدهم توافق. بس وقت بدنا ننتخب رئيس مجلس نواب ما في توافق. بالنسبة لهم ماشيين بالمشروع تبعهم يلي أعلن عنه سماحة السيد يلي هو مؤتمر تأسيسي للبنان تاني يلي هن بيقرروا شو بده يكون مصيره. المستجدات المحلية والإقليمية بحثها رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة مع السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونيلي في حضور مستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح ومستشار الرئيس السنيورة الدكتور مازن سويد. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. إصابة منازل في عكار جراء اعتداءات كتائب الأسد. أهلا بكم من جديد. خطفت كلمة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المستقيلة أحمد معاذ الخطيب خطفت الأضواء في افتتاح القمة العربية في الدوحة، فكان نجم الدورة 24 بلا منازع. الخطيب الذي تسلم مقعد سوريا في الجامعة العربية بعدما انتزعته المعارضة من نظام الأسد ألقى كلمة مدوية ومؤثرة سرد فيها معاناة شعبه على أيدي النظام الظالم، داعيا آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله للرحيل عن سوريا. أستأذنكم في دعوة السيدين معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وغسان هيتو رئيس الحكومة السورية المؤقتة والوفد المرافق لهما لشغل مقعد الجمهورية العربية السورية في هذه القمة. في خطوة على طريق استعادة حقوق الشعب السوري المغتصبة منذ عقود ومن شأنها تكريس قطيعة نهائية مع نظام الأسد، منح مقعد سوريا في الجامعة العربية إلى المعارضة. الأزمة السورية هيمنت على مناقشات هذه الدورة التي تستمر يومين في الدوحة في ظل تحفظات العراق والجزائر ونأي لبنان بنفسه.
كلمة مؤثرة ألقاها رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب، تحدث فيها عن جرائم النظام في بلاده، ورحب بأي حل سياسي يساهم في حل الأزمة ولا يكون على حساب دماء السوريين، منددا بالتدخل الخارجي في سوريا. يقول: نحن لسنا ضد الشعب السوري ولكن ضد المتطرفين الأجانب. أنا لا أدري هل الأمر حقيقة متعلق بكونه أجنبيا أم بلحيته. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟ كل هؤلاء من أهل البلد، فليخرجوا جميعا من بلادنا وسنعتذر من إخواننا وضيوفنا الكرام. دور الولايات المتحدة هو أكبر من هذا، وقد طالبت في الاجتماع مع السيد كيري بمد نطاق مظلة صواريخ باتريوت لتشمل الشمال السوري، ووعد بدراسة الموضوع، ونحن ما زلنا ننتظر قرارا من حلف الناتو حفاظا على الأبرياء وأرواح الناس. وكانت كلمة الافتتاح ألقاها نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، الذي اقترح تشكيل مجلس أمن عربي لحل مشاكل العرب، وأعرب عن دعم بلاده لتطلعات الشعب السوري المشروعة والحل السياسي للأزمة بأياد سورية. ثم سلم الخزاعي رئاسة القمة العربية 24 التي حملت هذا العام شعار الأمة العربية الوضع الراهن وأفاق المستقبل، لأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كرر تمسك بلاده بوحدة سوريا وشدد على الحل السياسي الذي يحقن الدماء شريطة أن لا يعيد هذا الحل عقارب الساعة إلى الوراء. أما الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي فندد بعجز مجلس الأمن عن وقف إراقة دماء السوريين، محملا نظام الأسد مسؤولية إفشال المبادرات العربية لحل الأزمة. وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو رحب بمنح مقعد سوريا للائتلاف المعارض السوري، وأكد أن النظام السوري مرفوض والشعب لن يهزم، منتقدا صمت المجتمع عن أحداث سوريا. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو اعتبر أن مسؤولية المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن إيقاف القتل في سوريا، معربا في الوقت ذاته عن حرص المنظمة على صيانة وحدة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم جهود الرئيس ميشيل سليمان ومبادرته للحوار، داعيا الأفرقاء كافة إلى التعاون معه. ولاحظ رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان أن التطورات الخطيرة في سوريا أدت إلى تعقيد المساعي من أجل حل الأزمة التي تدخل عامها الثالث، داعيا الدول إلى رفع يدها عن دعم نظام الأسد. وفي أول رد فعل رسمي سوري، اعتبر وزير الخارجية السورية وليد المعلم أن دعوة أحمد معاذ الخطيب لشغل مقعد سوريا في القمة العربية تصرف مرفوض لا يحمل أي صفة قانونية، وهو عمل غير مسؤول. في الداخل السوري، أعلن ناشطون سوريون مقتل أكثر من 60 شخصا اليوم بنيران كتائب الأسد التي تشن قصفا مدفعيا وجويا على غالبية المدن والبلدات السورية، فيما قطع الجيش الحر طريق مطار دمشق الدولي وناشد المواطنين عدم التوجه إليه. التصعيد الميداني الذي تشهده الأحداث السورية ليس سوى دليل على أن النظام السوري بات عاجزا أمام الانتصارات المتتالية للجيش السوري الحر رغم إمكاناته المتواضعة. فالجيش الأسدي واصل قصفه العنيف على غالبية المحافظات السورية، مستهدفا بقذائف الهاون والدبابات أحياء جوبر ومخيم اليرموك في العاصمة دمشق، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محيط حي جوبر، في وقت قطع الجيش الحر طريق مطار دمشق الدولي وناشد المدنيين عدم التوجه إليه. الطيران الحربي أغار على مناطق عدة بالغوطة الشرقية، فيما قصفت راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة مدن وبلدات العتيبة وبابيلة ودومة ومعدومية الشام ودارية بريف دمشق التي شهدت اشتباكات عنيفة، فيما أعلن المركز الإعلامي السوري عن إطلاق صاروخ سكود من اللواء 155 في القلمون بريف دمشق باتجاه الشمال السوري. في حمص، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات النظامية استعادت السيطرة على حي باب عمر بعد أقل من 3 أسابيع من دخول عناصر الجيش الحر إليه، كما شن الطيران الحربي قصفا عنيفا على محيط مدينة القصر والقرى المجاورة، فيما عثر على جثث 13 شخصا بينهم أطفال ونساء في بلدة آبل بحمص بعدما قتل أصحابها ذبحا بالسكاكين وحرقا. الاشتباكات الطاحنة بين الجيش الحر وقوات النظام امتدت إلى محيط كتيبة الدفاع الجوي غرب بلدة علمة بريف درعا،
وسط قصف مدفعي على البلدة. كما دكت كتائب الأسد مدن داعل وجاسم وإنخل في محافظة درعا، وقصفت براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة بلدة كفر نبودة في حماة. وفي دير الزور شن الجيش الأسدي قصفا عنيفا على الأحياء المحررة في المدينة بقذائف الهون، وسط اشتباكات ضارية هزت حي الصناعة. القصف المدفعي العنيف طال أيضا بلدة كفر حمراء في حلب، فيما يتعرض مصيف سلمى في اللاذقية لقصف بقذائف الهون. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن قائد الجيش السوري الحر رياض الأسعد، الذي تعرض أمس لمحاولة اغتيال أدت إلى بتر رجله، كان بصدد التحضير لعملية عسكرية حاسمة على دمشق يقطع بواسطتها جميع المنافذ المؤدية إلى الساحل. ونقلت الصحيفة عن قادة المعارضة السورية قولهم إن الصراع في سوريا يمكن أن ينتهي في غضون شهر واحد في حال حصولهم على الأسلحة المناسبة. ووصفت الجارديان الأسد بأنه يتصرف كرجل استنفد كل خياراته، مشيرة إلى أنه في حال خسر دمشق سينقل أسلحته الثقيلة إلى إعالي الجبال المطلة على العاصمة ليمطرها بوابل من القذائف. في شمال لبنان تواصل كتائب الأسد اعتداءاتها على أهالي عكار، وهذه المرة كانت الإصابات مباشرة على المنازل خصوصا في منطقة الدريب. هنا على الحدود الشمالية مع سوريا تغيب الدولة ليحل مكانها رصاص وقذائف كتائب الأسد. معاناة يومية تعيشها عائلات دريب وتحديدا بلدتي القشلق وعمار البيكات. لسور حشي مصر مصر لا ولك ليش عم يعملوا معنا؟ الله لا يوفق. شو بتقولي للدولة اللبنانية انت يا حجة؟ ما في دولة لبنانية. وين دولة لبنانية؟ اسا في عولة؟ اما هربنا طلعنا من في عنا باب من هونيك تحت الدرب وهربنا ورحنا. تخيل صار نبرم نحن عليه وهو عم يبكي متخبى تحت المرجوحة عنا. هذه المنازل والسيارات المركونة إلى جانبها أصيبت بأضرار كبيرة، وليس بوسع المواطنين سوى مناشدة الأجهزة الأمنية لمساندتهم. بدنا حماية من الدولة فقط، وبدنا من هيئة الإغاثة العليا تعوض علينا الأضرار اللي عم بتصير عندنا نحن. نحن نطلب رئيس جمهورية وقادة الجيش يلفت نظر علينا على الكرة الحدودية، ما عم ننام الليل وين نروح؟ اللي صار عشية انه واسع مباشرة على البيوت، اصابات مباشرة. الناس سنة يعني على الوضع هذا واس وترويع الاهالي، ونحن كرة حدودية هون ما عم يخلوا حدا ينام بيته، في اطفال في اولاد في كبار بالسن عم يهربوا عم يهجروا العالم من بيوتها. وعلى المقلب الآخر تنهمك جرافات وآليات كتائب الأسد بحفر خنادق وإقامة سواتر ترابية وسط تعزيزات واضحة قبالة حكر جنين، في مشهد شبيه بما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني على الحدود الجنوبية. نفى حلف الناتو أن تكون لديه نية بالتدخل عسكريا في سوريا، في وقت أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعارض مشاركة الخبراء الروس والصينيين في التحقيق باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. في أول رد على دعوة رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب إلى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري لمد مظلة صواريخ الباتريوت إلى شمال سوريا لحماية المدنيين، أصدر حلف شمال الأطلسي موقفا يؤكد فيه أنه لن يتدخل في سوريا. وفي سياق متصل أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعارض مشاركة الخبراء الروس والصينيين في التحقيق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكدة أن القرار النهائي بهذا الشأن يعود للأمم المتحدة. وكان فيتالي تشولكن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أعلن أن مقترح بلاده بضم خبيرها في اللجنة التي ستتوجه إلى سوريا للتحقيق في استخدام محتمل للسلاح الكيميائي في محافظة حلب لم يحظى بالترحيب من الأمم المتحدة. ومن جهة أخرى أعلنت النيابة العامة التونسية فتح تحقيق قضائي بشأن ما تناولته وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية عن وجود شبكات تساعد التونسيين الراغبين في السفر إلى سوريا لمقاتلة قوات الأسد. كما أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة أن المملكة لم تتخذ أي قرار بشأن إغلاق الحدود مع سوريا، مشددا على أن ما يحصل في الجانب السوري وعلى الحدود السورية هو شأن سوري داخلي. أما إسرائيل فوظفت المستجدات لتعلن أن جيشها يجري مناورات تحاكي حربا محتملة ضد حزب الله على خلفية
التغيرات الحاصلة في سوريا ولبنان، وتتضمن هذه المناورات تدريب الجنود على اقتحام قرية حدودية مع لبنان، يتضمن اشتباكات تماثل العملية البرية المتوقعة للمواجهة مع حزب الله بحسب تل أبيب. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. أهالي المخطوفين في سوريا يناشدون القمة العربية دعم قضيتهم. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها عين التين محور حركة مشاورات واسعة تطال كافة الأطراف وحديث عن تحرك تشريعي لإلغاء قانون الستين. المعارضة السورية تنتزع مقعد نظام الأسد في الجامعة العربية، ومعاذ الخطيب يخطف الأضواء في افتتاح قمة الدوحة. الجيش الحر يقطع طريق مطار دمشق الدولي، وكتائب الأسد تشن قصفا ضاريا على أحياء دمشق وريفها ودرعا. نفذ أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا اعتصاما أمام مجلس العدل العربي وقصر العدل في بيروت، وناشدوا الجامعة العربية إثارة قضيتهم في القمة العربية. بعد 9 أشهر على اختطاف ذويهم، وفيما يجتمع قادة الدول العربية، أبلغ أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا من يعنيهم الأمر أن صبرهم قد نفذ. فأمام مجلس العدل العربي وقصر العدل في بيروت اعتصم الأهالي وقطعوا الطريق لبعض الوقت، رافعين شعارات تطالب بتحريك ملف ذويهم والإفراج عنهم. إننا نعتبر بأن هذه الدول المجتمعة في مؤتمر القمة العربية اليوم المسؤول المباشر بالإضافة إلى تركيا عن خطف المواطنين اللبنانيين، ونطالبهم بالتدخل السريع لإنهاء هذه المهزلة المستمرة منذ 22 أيار 2012، كما ونطالب رئيس الجمهورية بالعمل على إنهاء هذه المحنة قبل عودته إلى لبنان وقبل فوات الأوان، فقد نفذ صبرنا. الأهالي الذين أثقلهم الانتظار هددوا بالتصعيد اعتبارا من أول نيسان المقبل إذا لم يطرأ جديد لحل قضيتهم، وقالوا إنهم غير آسفين لاستقالة الحكومة التي يعتبرونها مستقيلة منذ اليوم الأول لخطف اللبنانيين. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان التقى على هامش القمة العربية في الدوحة وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، وطلب منه أن تبذل تركيا كل ما في وسعها للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين 9 في سوريا. الرئيس سليمان أجرى أيضا لقاءات سريعة مع عدد من القادة العرب، أبرزها مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز. أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل منع تراخيص زجاج السيارات الفيمي ابتداء من شهر تموز إلا لأسباب أمنية تحددها الوزارة. وزارة الداخلية وخلال فترة تصريف أعمالها قررت أن تضرب بيد من حديد لتطبيق قوانين السير، السلامة العامة وضبط مخالفات التزوير. الوزير مروان شربل وبعد اجتماعه مع مسؤولين عن السير ونقابات مهتمة أعلن منع تراخيص الفيمي بداية شهر تموز. قصة الفيمي بدنا نكون جديين فيها اعتبارا من 1/7، ما رح اجمعكم بقى. لن أقبل أي واحد مسؤول مش مسؤول، وزير مش وزير، سياسي غير سياسي، نحن مستعدين. وقلت أنا لأسباب أمنية نحن مندرس الموضوع، نحن منحميهم بقلوبنا قبل ما نحميهم بالفيمي. وأكد شربل على ختم المحلات التي تقوم بتفييم السيارات دون تراخيص بالشمع الأحمر، وأعرض للوحة الجديدة للسيارات والإجراءات المستقبلية الخاصة بدفتر السوق الجديد وجواز السفر. بس الباسبور اللي معنا إياه هلأ مش محترم، ومعنا مهلة لسنة 1/1/2015، بدنا نغير كمان الباسبور. ودعا شربل إلى الاستعجال في تعديل قانون السير الجديد وتطبيقه فورا. إزاء الانعكاسات السلبية التي أصابت حركة تصدير المنتجات الزراعية لسيما الحمضيات والموز بسبب الأزمة السورية، بادرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب إلى اعتماد خطط بديلة للحفاظ على حركة التصدير باتجاه الأسواق العربية والإقليمية من خلال تجربة أولى تمثلت بفتح خط بحري بين لبنان وميناء العقبة الأردني لنقل الشاحنات بحرا على أن تسلك بعدها خطوطها البرية بشكل اعتيادي. هذه الخطوة التي أعلنت عنها غرفة صيدا جاءت بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والأشغال العامة والنقل ومع غرفتي تجارة وصناعة وزراعة في الشمال وزحلة. تتابعون في النشرة بعد الفاصل. كوريا الشمالية تهدد بقصف قواعد عسكرية أمريكية.
أهلا بكم من جديد. أكدت الداخلية السعودية استمرار التحقيق الأولي مع أفراد الخلية المتهمين بالتجسس لصالح دولة أجنبية، معلنة أن التحقيقات أظهرت ارتباطهم بالاستخبارات الإيرانية. وأشار بيان الداخلية السعودية إلى أن أعضاء الخلية كانوا يتلقون أموالا من إيران لقاء معلومات ووثائق عن مواقع مهمة في المملكة العربية السعودية. أعلنت كوريا الشمالية التأهب للقتال وهددت بقصف قواعد أمريكية في هاواي وغوام بالصواريخ. قرعت كوريا الشمالية طبول الحرب عندما أعلنت اتخاذ وضع التأهب القتالي متوعدة باستهداف قواعد أمريكية، ووضعت بيونغ يانغ جيشها في جهوزية للقتال، وطلبت من وحداتها الخاصة الاستراتيجية التحضير لضربات محتملة ضد الولايات المتحدة وجزر غوام وهاواي الأمريكية في المحيط الهادئ. ورغم نجاحها في 12 من كانون الأول الماضي في إطلاق صاروخ اعتبرته سول وحلفاؤها صاروخا باليستيا، رأى الخبراء أن بيونغ يانغ لا تملك بعد الخبرة التقنية لإطلاق صاروخ عابر للقارات قادر على ضرب الولايات المتحدة. التهديد الكوري الشمالي يأتي بعدما أفادت تقارير صحفية بأن مقاتلات أمريكية قادرة على حمل رؤوس نووية نفذت سلسلة طلعات جوية أثناء المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في البحر الشرقي، والتي تعتبرها بيونغ يانغ استعدادا للتوغل إلى الشمال. وسبق لكوريا الشمالية أن ألغت مطلع الشهر الجاري اتفاقية الهدنة مع جارتها الجنوبية، والتي أنهت الحرب الكورية العام 53، إضافة إلى وقف العمل باتفاقيات عدم الاعتداء، وذلك ردا على بدء المناورات بين واشنطن وسول. كما توعدت بيونغ يانغ بخطوة عسكرية بما فيها توجيه ضربة نووية ضد جارتها ستجعل من سول بحرا من النار على حد وصفها. أفرج عن السائحين أمير حسان من عرب إسرائيل والنرويجية إليتجي فيليب اللذين اختطفا قبل أيام على طريق في جنوب سيناء، وتم اقتيادهما إلى إحدى مناطق وسط سيناء. ونجحت جهود مشايخ القبائل في إقناع الخاطفين بإخلاء سبيل السائحين على أن تعيد الأجهزة المعنية النظر في القبض على أحد أقارب الخاطفين في محافظة الشرقية. هاجم 7 انتحاريين قاعدة للشرطة الأفغانية في مدينة جلال أباد شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل 5 من رجال الشرطة. متحدث باسم الشرطة أوضح أن الانتحاري الأول فجر سيارة مفخخة، بينما دخل انتحاريان آخران القاعدة وفجرا عبوتيهما، قتل رجال الشرطة الانتحاريين 4 الآخرين. وتبنت حركة طالبان الهجوم معلنة أنه استهدف معلمين أجانب وإسرائيليين يتولون تدريب الشرطة الأفغانية. دان مجلس الأمن الدولي استيلاء المتمردين في جمهورية أفريقيا الوسطى على السلطة وما صاحبه من أعمال العنف والنهب، وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة تنظيم الانتخابات، كما توعدوا باتخاذ إجراءات في حال عدم إنصات الحكومة الانتقالية للتحذيرات الدولية. يأتي ذلك بعدما علق مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي عضوية جمهورية أفريقيا الوسطى في الاتحاد، وفرض عقوبات على 7 من قادة التمرد بينهم زعيم الجماعة. فوجئ المرة في أحد شوارع نيوزيلندا بطفل رضيع متروك في سيارة بمفرده، وعلى غطائه وضعت ورقة كتبت عليها والدته عبارة بلسان طفلها تقول: أمي تتسوق، اتصل بها إذا احتجتها. وأثار المشهد فضول بعض المواطنين الذين التقطوا صورا للطفل وهم ينتظرون عودة الأم، وعندما طال غيابها اتصل بها أحد المرة، غير أن الشرطة لم تتخذ أي إجراء في حق الأم لأن أحدا لم يتقدم بشكوى ضدها، علما بأن القانون النيوزيلندي يعتبر ما فعلته هذه الوالدة غير قانوني ويفرض عليها غرامة مالية تصل إلى 2000 دولار نيوزيلندي. في النشرة بعد الفاصل وفي الرياضة: مباراة مصيرية لبطل العالم إسبانيا بضيافة فرنسا ضمن تصفيات كأس العالم.